كابتن عادل، مبروك النادي الاهلي. وزي ما قال كابتن اسامه فعلا التغييرات صنعت الفارق في الشوط الثاني، وشفنا سيطره كامله من النادي الاهلي واهدار بالجمله لفرص عديده، وشفنا في نفس الوقت ان الاداء البدني اثر على فريق سيراميكا كليوباترا بالمجهود اللي عمله الشوط الاول، وكمان شفنا الفوارق البدنيه بين سيراميكا كليوباترا والنادي الاهلي. هو واضح ان موسيماني اراهم كويس، ويمكن احنا اتكلمنا في البدايه قلنا انه بيلعب بثلاثه ديفندر المباراه دي، وفي ليه موجه تانية من الحته الهجوميه اللي الناس اللي عنده بره. ففرقه سيراميكا كليوباترا حقيقه يعني الخبرات عندها، الخبرات اللي هي التكتيكيه عندهم ضعيفه شويه، بدليل ان هم جريوا كتير قوي الشوط الاولاني، ما نظموش نفسهم في اللياقه البدنيه. فانت عارف الجري الكتير بتاع الشوط الاولاني اصبح الشوط الثاني متسيد، النادي الاهلي متسيد الملعب كامله. ولكن في حاجه مهمه عايزين نتكلم فيها تكتيكيه، يعني اول حاجه ان نزول مجدي قفشه في الحته اللي هي تحت المهاجمين اللي هي 4-2-3-1 اللي بيلعب فيها مجدي قفشه دي العشره اللي انت بتتكلم عليها دي، اكتر حاجه تتعب اي فرقه عندها حماس ولكن ما عندهاش تكتيك زي سيراميكا كليوباترا، لانه ده بيبقى فاضي دايما. ليه؟ لانه هو بيعمل زون ديفنس، وبعدين الجري الكتير اللي عمله الشوط الاولاني ما خلوش الرده بتاعته، حتى ما راحش بهجمه على الجونه الا واحده ولا اتنين، مسك الكوره كده في اول 10 دقايق من الشوط الثاني كانت اخر نفس عنده. ده مجدي قفشه. الحاجه الثانيه محقق محمود كهربا، وخبراته العاليه خليته ياخد ما ورا ما بين الباك رايت عندهم رجب بكار والسرد باك بتاعهم، لان في الحته يعني اللي هي بتاعت رجب بكار وطارق سامي الحته دي كانت فاضيه، كهربا كان بياخد منها. حتى الجون الاولاني بتاع كهربا جه من عنده من الـ من الـ من المكان ده. علشان كده بقول لك ان النادي الاهلي مبروك كسب 2، ولكن اهدر اهداف كتير قوي. اتمنى ان مستر موسيماني يفكر كتير قوي في حته اهدار الاهداف دي بتمرين فردي، حاجات كتير يعني وممكن يعرف يعملها ازاي باي طريقه. ولكن انا بقول لك ان كل الفرق لو احنا نفذنا يعني او احرزنا الاهداف هنفتح المباراه من بدري. ولو انت احرزت الاهداف بتاعت الشوط الاول الثاني كنت زمانك بقت 7-8. وليه لا تكسب 7-8؟ هي دي المشكله اللي من وجهه نظري اللي متواجده دلوقتي. عندك عدد من اللاعبين هايلين، عندك مجموعة كويسة تكتيكية، لكن عندنا حتة إهدار الأهداف. أتمنى إن لعيبة النادي الأهلي يفكروا زي ما بداية الدوري ما قلنا جبنا في 3 مباريات جبنا 10 أهداف لو إحنا فاكرين، ودخل فينا هدف واحد. لكن أنا اللي أنا عايز أقوله لك يا كابتن أيمن إن لو فكرنا كويس هتبص تلاقي كان زمانك دلوقتي وصلت للهدف ال20 أو ال22 في الدوري. صح. ودي حاجة مهمة جدا متخلي اي فرقه قدامك تعملك حساب جامد، رغم ان هم بيعملوا حساب ليك، ولكن حته تضييع الاهداف بتصعب المباريات على النادي الاهلي.